المعلومات، مشاهدي قناة الأيام، مشاهدي الفقه وحياة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وعظم الله أجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم، حياكم الله. حياكم الله. نبدأ دائما بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. على بركة الله نبدأ بعد قليل إن شاء الله، راح يكون الباب مفتوح أمام حضراتكم للاتصال والمشاركة من خلال الأرقام التي ستظهر بعد 10 دقائق من الآن إن شاء الله تعالى. سيدنا الكريم، اليوم شوي الوقت ضيق، فأسأل جنابك عن حدود الولاية في الزواج. النساء اليوم بعضهن يعانى من هذه المشكلة، أو حتى الولي عليهم، فأسأل حضرتك أولا، من المسؤول عن تزويج البنت؟ يعني من وليها الشرعي؟ وما هي حدود ولايته على البنت؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال مسألة الولاية، تعرفون أن الأصل في الوجود أنه لا ولاية لأحد على أحد أصلا. الأصل أن كل واحد هو حر، وكل واحد هو يملك زمام أموره وقضاياه. ولكن الشارع المقدس لاعتبارات جعل ولاية أحد على أحد، كما جعل ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله على الأمة، وقال الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وجعل ولاية، لأن ولاية الله قائمة، وهو ولي على حال ولي كل شيء ورب كل شيء، فهو أعطى هذه الولاية لرسوله لأوليائه. فتأتي القضية على أنه بعض الوجودات أو بعض الناس هم في واقع الحال غير قادرين على تمشية أمورهم، أو غير قادرين على حسب تعبيرنا القرار، أو الفيصل في أمور حياتهم، ويقدرون أن يقررون بشؤونهم لعوامل. واحدة من عندها الجنون، واحدة من عندها الصغر، الصباوة، لأنه واحدة من عندها السفاهة. السفيه عنده أموال بس ما له حق أن يصرف في أمواله، لأنه لا يعرف كيف يتصرف في أمواله. فتعطى الولاية لبعض الأشخاص في حدود معينة. نعم. حتى لا نتوسع كثيرا، نأتي ونقول على أنه الزواج، مسألة الزواج، الفتاة على قسمين، فتاة باكر وفتاة غير باكر. صغير باكر لأي سبب، الزوجة مطلقة، الزوجة أرملة، على حال المهم أنها ثيب من جهة أنها فقدت بكارتها بعلاقة شرعية. هذه الفتاة الثيب أمرها بيدها، يعني هي صاحبة الأمر، اللي هي المطلقة، المطلقة الأرملة، أو على حال إيه نعم، يعني اللي فقدت بكارتها ب سبب نكاح شرعي سابق. أما هي أفقدت بكارتها بقضايا أخرى لا سمح الله، هذه ما يعني لا تسقط ولاية والدها. فهنا نقول على أنه هذه الثيب لا ولي عليها في مسألة النكاح، هي ولية نفسها، هي ولية نفسها، تزوج نفسها من أحد وتزوج كيف، ولا أحد يفرض هذا الأمر. أما الباكر، الباكر العذراء، نعم، الشارع المقدس ذكر على أنه ولاية النكاح بيد وليها. من وليها؟ والدها. نعم. والدها الأبوي، والدها الأبوي وجدها الأبوي. جدها الأبوي أقصد أنه جدها من طريق الأم أو أبو أمها ما إلى ولاية، فقط الأب والجد الأبوي وأبو الجد وهكذا من طرف الأب، هؤلاء عندهم ولاية. نعم. على من؟ على ابنتهم فيما يرتبط بزواجها. الأب
ولم يعني إذا كان غير متواجد الأب الجد، الجد الأبوي، وإذا ما كان متواجد أبو الجد وهكذا وهكذا. لا لكن الأعمام لهم علاقة ولا غيرهم، لا أعمام ولا إخوان ولا خوام ولا شيخ العشيرة ولا هم يحزنون. نعم. نأتي ونسأل أنه حدود هاي الولاية شنو؟ هل ولاية الأب على ابنته مطلقة؟ يعني كيف ايش ما يريد أنه يقرر بالنسبة لبنته؟ الجواب كلا، إنما الولاية حسب تعبيرنا مشتركة. شلون مشتركة؟ يعني البنت ما تقدر تزوج نفسها إلا بإذن والدها، والدها ما إلى حق يزوج بنته إلا بإذن بنت. موافقة. فخمسين خمسين أسميه، 50% 50%. الأب لا يحق له أن يزوج ابنته بدون أن يسترضي بنته، وبنته ما تستطيع أن تزوج نفسها بدون أن تسترضي والدها. فالقضية شنو؟ مشتركة. نعم. فعندنا أنه هل يجوز للأب أن على حال يفرض على بنته خيار معين؟ الجواب كلا، حتى لو هو يشوف الأفضل، حتى لو يشوف الأفضل، يقول بابا هذا ابن عمي ايش كذا، وأنا ما أريد، هذا ما أشوفه مناسب إلي ولا أقبل به. فهنا في واقع الحال لا يجوز للأب أن يفرض فتاة على ابنته، شخصا على ابنته بالقصر وبالإكراه، وإذا أكرهها على ذلك فالعقد باطل، العقد باطل. نعم. وهي لا تستطيع أن تفرض على والدها شخص وتقول له أن إلا هذا وإلا ما أتزوج، أو تتزوج بدون علمه، أو تتزوج بدون علمه، أيضا في إشكال شرعي. فتبقى القضية المراضات، أنه يكون هناك رضا بين الأب والبنت على شخص. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما جاء علي بن أبي طالب لخطبة فاطمة، ففي واقع الحال رسول الله استبشر، لكن قال لابد أن أستأذن من ابنتي فاطمة، فجاء إليها وقال يا ابنتي أن عليا قدم إلي كذا، فهي سكتت، قال سكوتها رضاها فداها أبوها المعروفة. فالقضية قضية هالشكل. للأسف الشديد اللي صاير أن الآباء يصوروا أنه ما دام قضية الزواج بيده يعني هو سلطته سلطة مطلقة. هذا غلط، ليس من الشرع في شيء، وليس من الفقه في شيء، ولا يجوز للأب أن يتعسف. السرحبين شلون التعسف؟ نعم. أن الأب يجي، راح تشرح التعسف سيدنا؟ أشوف بلي، بس عفوا قبل التعسف، بس حتى للتوضيح للمشاهدين، أنه مهما كان عمر هذه الفتاة، حتى لو مو فتاة، حتى لو كانت امرأة كبيرة سن، حتى لو كان عمرها 50 سنة، مدام والدها على قيد الحياة وهي ذكر فهو وليها، لو يختلف الموضوع. ولا مو 50 سنة، هو ايش اسمه يعني أن تكون عاقلة راشدة. نعم. ومستقلة بأمرها. إذا استقلت بأمرها وصارت هي في الواقع والدها قال بابا أنا أثق بيك، أنت إنسانة عاقلة وكذا، اللي يشوفي بحياتك تسوي، هذا استقلال عن الوالد. عادة يصير هالشكل، أنه إذا وصلت البنت إلى نضوج معين الأب يقول أنا أثق بيك بابا، أنت عقلك على حال متكامل، شوفي مناسب أنا بخدمتك. هذا يسموه استقلال. نعم. أنه أخذت إذنا من والدها على أنها مستقلة بشؤونها، لازم إذن من الوالد. إيه الاستقلال، طبعا بعض الناس يقول الاستقلال يعني موظفة وعندها فلوس وتصرف على نفسها، لا، أو قاعدة في شقة وحده، هذا ليس استقلالا. الاستقلال المالي شيء، والاستقلال في أمر الزواج شيء آخر، أنه نعم. يعطيها تخويل أنه أنت حتى الزواج شوفي مناسب أنا ما عندي مانع. هالشكل يعني تعسف سيدي. التعسف في واقع الحال هالشكل، أنه يأتون خطاب لابنته، خطاب خوش ناس، ناس على حال حسب تعبيرنا أكفاء مؤمنين خلوقين، لا ليش لا بابا ليش لا أنا ما أزوج. نعم. 1 2 3 10. هنا البنت ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، يقول يا حاكم الشرعي هذا والدي ما جاي يزوجني، ويجون ناس خوش ناس هو ما جاي يقبل. فهنا الحاكم الشرعي يقول تسقط ولاية الأب بعد ما إلى حق الأب يتدخل. إذا ثبت تعسفه. إذا ثبت أنه هذا كم خطاب إجا، والله إجاوا 5 وخوش ناس وما قبل، ليش ما تقبل؟ كيف؟ حاج شنو بكيفك؟ هذا على حال مو صحيح. يقول لا أنا تعبان عليها وتوظفت وعدها راتب وأنا ما أريد الراتب يروح إلى واحد آخر، بعضهم هالشكل. نعم.
لا يجوز له ذلك، يعني الشرع يقف أمامه يقول ما لك حق. أو واحد أنا شخصيا دخلت في قضية، أنا شخصيا بنت اتصلت علي في برنامج من برامج قالت أنا سيدنا الآن عمري 36 سنة، من 16 سنة عمرها، من 16 سنة إلى 36 عفوا 32 عفوا 32 من 16 سنة إلى 32 سنة يجون الخطاب والأب ما يقبل، يعني عمرها صار ضعف، عمرها صار ضعف والوالد ما يقبل. اتدخلت أنا، تكلمت ويا والدها، قال إيه هي ما تعرف مصلحتك. قلت مولانا شو تعرف مصلحتك، 16 سنة البنت في خطر، فتسقط ولاية الأب عندما الأب ليكون في واقع الحال غير مبرر موقفه وغير مبرر رفضه بأي شكل من الأشكال. فهنا ولاية الأب ولاية على الحال محدودة. الرسالة اللي إذا أقولها في هذا الشكل حلقة وفي هذا الشكل برنامج، أنه أيها الأحبة الزمن تغير والوقت جدا في غير مصلحتنا، وأنا أعتقد من الحلول المهمة للفساد الأخلاقي في المجتمع هو ترويج فكرة الزواج. وفكرة الزواج في الواقع من المشاريع المهمة للإسلام في حل مشاكل الأخلاقية في المجتمع، وكلما كان سن الزواج مبكر كلما كانت مشاكل الأخلاقية في المجتمع أقل. لا تقل لي فإني أقول، لا تقل لي أنه الزواج المبكر مسبب لنا مشاكل كثيرة لأن طلاقهم صار زايد، فإني أقول أكو مشكلة إحنا عندنا في التزويج، أنه في واقع الحال ما عندنا ثقافة الزواج بشكل جيد. نعم. يعني أنت تجيب بنتك عمرها 13 سنة تزوجها، أدري هاي البنية مفهمها شنو الحياة الزوجية، شنو الزوج بالنسبة إلها، شنو الواجبات، شنو الحقوق، شنو كذا. الدول الأخرى دول إسلامية، يعني مو دول غير دول إسلامية، أنه ما يعقدون عقد شرعي أو ما يثبتون عقد شرعي إلا أن يدخلون الزوج والزوجة الخطيبين يدخلون في دورة تأهيلية، دورة تأهيلية أسبوع أسبوعين يعلموها شنو الطريقة، شنو التعامل، شنو كذا، تلافي المشاكل وهكذا. نعم. فهذه الدورات التأهيلية جدا مؤثرة. أما أنت تقول سيدنا نسبة الطلاق زايدة لأنه نحن أسأنا في تأهيل أولادنا وبناتنا للزواج، ونتصور أنه طريقتنا القديمة هي الصحيحة. لا، لابد أن يكون هناك تفاهم. لابد. واحد تصل علي قال سيدنا أن تدري أنا اخطبت ابنية، والدتي خطبت ابنية ما يقبلون أن أشوفها. شلون أشوفها؟ لابد أشوفها، لابد أشوفها، وعندنا روايات في هذا المجال. نعم. بس أكو حالة من لا وما يصير، وليلة الدخلة يشوفها وتصير مشاكل عويصة. لذلك في واقع الحال لو نأتي بالرؤية الإسلامية ومجموعة الأحكام الشرعية نضعها في مشروع الزواج، نجد أن الإسلام تقدم كثيرا. نعم. عن واقعنا اللي إحنا نعيشه، وهو واقع بائس ومتعجرف ونوع من الحدية في غير محلها، وفي النهاية ضحايا منه أولادنا، بناتنا ضحايا وأولادنا ضحايا. يومي عدي أنا على حال ناس متصلين، ناس مراسلين، سيدنا عندنا مشكلة كذا. فدعوتي للآباء، أيها الآباء أيها الأمهات، كونوا على مستوى عالي من الفهم والوعي والإدراك في أن أولادكم لابد أن يوم من الأيام يتزوجوا، وهذا يكون برضاكم خير من أن يكون ماذا من خلف رضاكم. للأسف الشديد. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات المهمة، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت أخوتي الكرام أخواتي الكريمات أولياء الأمور الأولياء الشرعيين على البنات والفتيات وأيضا حتى الأبناء. طيب الآن باب المشاركة والاتصال مفتوح أمام حضراتكم جميعا، بإمكانكم أن تشتركون وتطرحون أسئلتكم وتوفير الإجابة عليها من قبل سماحة السيد رشيد الحسيني. الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، بإمكانكم الاتصال وطرح أي سؤال، طبعا مو بس بهذا الموضوع، أي موضوع آخر تحب تطرح سؤالك فيه فأهلا وسهلا ومرحبا. نأخذ المشاركة الأولى. المشاركة الأولى تفضلوا. رسالة صوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة خارجي امتحان الثالث متوسط خارجي وقدمت على السادس، فالتربية ما تقبل
أقدم إلا أنتظر سنتين أو ثلاثة ومنهم يقولون أربعة، فأنا عمري كبير ما يتحمل بعد تأخير، مثل أنتظر 4 سنوات هواي أو سنتين ثلاثة. إذا حصلت واسطة يعني بهذا المجال يصير أقدم وأمتحن أو حرام علي بها إشكال؟ شكرا جزيلا للأخت الكريمة، تحياتنا إلها. مو كلش واضح موضوع ليش تنتظر سنتين، بس إن شاء الله سمحت السيد يجيب بشكل عام. تفضل سيدنا. في واقع الحال أختي الكريمة، نحن لا نعرف يعني خلفيات القوانين والقرارات والتعليمات الموجودة في دوائر الدولة، لا نعرفها. ولكن عموما سمحت السيد، عند أنه مخالفة القوانين التي فيها ضرر، فيها ضرر وفيها على حال آثار سلبية على الوضع العام، ما يجوز السيد. أما إذا كان لا، فالتعليم من التعليمات اللي هي ما تضر، أنه أنا بدل ما أمتحن بعد سنتين الآن أمتحن، وهذا ما راح أنا أزاحم واحد ولا راح أثقل على خزينة الدولة ولا هم يحزنون. فإذا لم يكن هناك في واقع الحال شيء من الإضرار بالوضع العام وبالنظام العام، لا إشكال في ذلك. أحسنتم سيدنا، إذا إن شاء الله الإجابة واضحة. أختي الكريمة، مشاركة أخرى نسمعها. السلام عليكم. عليكم رحمة الوالديك سيد. أنا مطلوبة صلاة بحدود 20 سنة. قبل فترة شفت فيديو تابع لمقلدي السيد السيستاني يقول يعني مثلا تقدر تقضي صلاتك، بس يعني بدل ما تسجد على التربة مثلا وتقول مرتين سبحان ربي الأعلى وبحمدي، تقدر مثلا تقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى وبحمدي، يعني مرة واحدة. وبالسبحانيات مثلا مال صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب، يعني بدل ما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني أعيدها 3 مرات، يعني يقول عادي مثلا تقولها بس مرة واحدة. يعني فعلا هذا الشيء يعني صح؟ أنا بصراحة يعني نسيت منه كان صاحب الفيديو بوقتها. رحمة الوالديك السيد، ممكن توضح؟ شكرا جزيلا للأخت الكريمة. سبحانيات مرة واحدة صحيحة سيدنا. طبيعة الحال ما وصل للأخت فيه على حال فيه خلل. أولا إحنا ما يعني ليس واجبا على الإنسان في الصلاة أن يكرر سبحان ربي العظيم وبحمد مرتين، مرة واحدة كافية، سبحان ربي العظيم وبحمد أو سبحان ربي الأعلى وبحمد. فالسجود والركوع ذكر الذكر السجودي والذكر الركوعي مرة واحدة، ما يحتاج مرتين يعني. فهذا ماكو يعني ماكو حاجة أنه هناك تخفيف، لا ماكو تخفيف. هو ويمكن لك، ويمكن لك بدل سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 3 مرات. أما مسألة السبحانيات، عفوا التسبيحات، تسبيحات الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، تسمى بالتسبيحات الأربعة. هذه في الركعة الثالثة والرابعة، نعم يجوز لك أن تقولي مرة واحدة يكفي، أن تقولي مرة واحدة يكفي إذا كان صلاتك أنت. أما إذا كنت مستأجرة يعني صلين عن الآخرين بفلوس، لازم تكررين 3 مرات لأن صلاة متعارفة. أحسنتم سيدنا، إن شاء الله الأمر صار واضحا. أختي الكريمة، طبيعي أنه مرة واحدة سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، ومن الممكن أن تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة. تمام سيدنا؟ نعم. نروح للمشاركة اللاحقة. طبعا احنا نذكر أن أسفل يمين الشاشة هناك QR code، بإمكانك أن تخلي كاميرا الموبايل عليه على هذا الرمز وتمسحه، وراح تدخل إلى تطبيق المجيب، وهنالك تستطيع أن تتعرف على جدا من الأسئلة وإجاباتها، وممكن تجد الكثير من أسئلتك مجاب عليها في هذا التطبيق. الآن نأخذ مشاركات من خلال الاتصالات على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة للإجابة عليها بشكل مباشر أو رسائل صوتية. تفضلوا تفضلوا، رسالة صوتية. السلام عليكم سيدنا، دون زحمة استفسار. شركة زين العراق تعرضت إلى تهكير، فأصبحت الشريحة مجانية،
يعني لا تستاهل تخابر مجاني ولا تكنك مجاني حتى لو كانت سمكات متوقف. فما حكم استخدام في حالة التهكير؟ فما حكم استخدام؟ هل هو جائز أم لا أم غير جائز؟ شكرا جزيلا أخي الكريم، تحياتنا لحضرتك، تفضل سيد. في واقع الحال هذه حسب تعبيرنا حقوق. أنا عندي أجهزة وعندي إمكانية، جاء أشتري خدمة اتصالية من الدولة أو من الجهة الرسمية وجاء أنطيها علما للناس بأسعار. أن يجي واحد يهكر أو يسوي عملية معينة حتى يدخل على الأنظمة بدون أن يدفع فلوس ينفتح عليه الخط، هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه صاحب هذه الخدمة هو جعل هناك أقفال رموز، هذه كلها يعني هاي حصانتي، مثل بيتي اللي أنا خليت قفل ما لك حق تدخل به. لما أخلي قفل يعني ما أسمح واحد يدخل، فأنت لما تدخل في الواقع الحال بطرقك الملتوية هذا لا يجيز لك أن تأخذ ما فيه من الإمكانيات أو من الخدمات، فلا يجوز ذلك أخي الكريم. ويترتب عليك دفع أجور ما استفدت من هذه التهكيرات التي قمت. طيب سيدنا، بعيدا عن اسم الشركة اللي ذكرها حتى ما يصير الكلام قانونيا غير صحيح، في حال بعض الشركات شخص يقول أصلا هي هذه الشركات قاعد تمتص دمنا وتأذينا، فحتى في هذه الحالة ما يحق له أن يعبر قوانينهم. هذا نفس الكلام اللي يقال على أنه إحنا نسرق النفط أو إحنا نشطل الكهرباء لأن الدولة جاءت تأكل أموالنا وأموال النفط رايحة للدولة وإحنا نشطل على الكهرباء، هذا لا يسوغ لي ذلك. الدولة في الواقع سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة أكو نظم أكو قوانين أكو أمور ومقسمة هاي الطاقة للناس. أنت ما تيجي تسحب وذاك يسحب بدون جباية وبدون كذا، هذا النوع من التجاوز على المال العام، والتجاوز على المال العام لا يجوز شرعا وأنت مسؤول. وهذه أيضا مال عام ما يجوز والله باعتذار والله تمصدمنا، هذه تمصدمنا فد يعني شماعة يتمسك فيها البعض يتصور على أنه إذا قالها يتجوز إلى هذا الأمر. لا أحسنتم سيدنا. اتصال من الأخ علي، تفضل يا علي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جانا قدر أكلم السيد. تفضل السيد اسمعكم. بس رصيني يعني صوت التلفزيون يا أخوي، اسمعنا بس من التليفون. مدة طويلة. اسمعنا بس من التليفون لطفا. نعم قطع اتصال. لا موجود سيدنا، تفضل. يا يعني تفضل. مطلوب رايح فوق 20 سنة هسه جاي اصلي ويا صلاة واحدة وشباب صلاة، بس صوم ما اقدر اصوم، شو محل هذا؟ وانا ما عندي اموري مو زينة. خدمتكم. عندكم ملاحظة مداخلة سيدنا؟ لا. تحياتنا الأخ علي، شكرا. بس نرجع سيدنا لطفا للأخ صاحب الرسالة الصوتية قبل قليل، كأنه أنا فهمت من رسالته أنه صار تهكير عام، فيقول أنا هسه إذا أخابر اتصال عادي راح يكون اتصالي مجاني، مو أنا المهكر، بس أنا أحتاج أتصل بهاي الحالة، شنو يسوي؟ هذا اختلف الأمر. مرة تقول صار تهكير عام وإحنا يجوز لنا أن كذا، هذا مثل واحد يقول صار فرهود على مول فالمول صار فرهود، أقدر راح أشيل من عنده؟ ما يصير. هو لما صار فرهود لسبب أكو اتصالات واجبة سيدنا ضروري. أحسنت. لا أريد أجاوب. أما أنه أنا في واقع الحال ما أدري شلون صار تهكير ما صار تهكير، أنا اتصلت وتبين ما تحسب إلي، عفوا ما تحسب علي أموال وهذه لم أقصدها، وهم في واقع الحال خارج عن سلطتهم. هنا بعد ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة باعتبار أنه أنا لست متجاوزا ولست على حال معتديا على مال الغير. طيب علي وطلب الصلاة والصيام مدة طويلة سيدنا. مولانا الأكرم كثير من الشباب أيام شبابهم على حال ما كانوا يصلوا ما كانوا يصومون، الآن رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى والله يتقبل توبتهم. الصلاة يجي يصليها الحمد لله رب العالمين، أما الصوم يقول أنا صحتي ما تسمح أن أصوم وما عندي فلوس أمضل. وما عندي طبعا فلوس، ما تحتاج، أنت تحتاج أنه تقضي قضاء
قضاء عن كل يوم تقضي يوم، وعشرين سنة يعني 600 يوم لازم تقضي، فشيء إذا تقدر. والكفارة شيء آخر، كفارة غير القضاء، عن كل يوم 60 مسكين هذا شيء آخر. تقول يا أبا أنا أقدر أقضي بس ما عندي فلوس كفارة، يقول استغفر الله، استغفر الله. إذا تقدر تعطي كفارة ولو يوم واحد أنطيه بمقدار اللي تقدر عليه، واللي ما تقدر عليه استغفر الله. أما تقول لا أصلاً ما قادر أن أصوم أصلاً، ما قادر أن أصوم أصلاً، اكتب في وصيتك، اكتب في وصيتك أنه يقضون عنك، يعني تبقى في ذمتك. أحسنتم سيدنا. حامد لو عامر ويانا تفضلوا. حامد تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذه من حفظ القرآن مولاي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حفظة القرآن. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك ألف مرة. تأثرت بإيران 21 سنة. نعم. وحفظت القرآن، تعلمت وحفظت القرآن. نعم. حفظت القرآن ورجعت ب 2003. نعم. إيه. أكو ناس أعلمها مثل حتى بالأذان قلنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن. إيه. ما يقول الله إله، لا إله إلا الله. جنب القرآن أعلمهم وراء 3-4 تالي يبطلون. أنا بعد هم عيوني بعد شوية كبرت ما أقدر أقرأ، ما أقدر أراجع بالقرآن. ثم تقرأ قرائي بالقرآن. نعم. سؤالك حامد. نعم. سؤالي مولاي عن القرآن. أنا شوية عيوني ركن بعد ما أقدر أراجع. قمت أقرأ بس قرائي بس أختم مرة. الغيب. أختم مرة. إيه والله يا غالي. بس لحظة حامد، أنت تقول أنا عيوني ضعفت فقاعد يعني أعتمد على الذاكرة، فأنت تشك أنه أحيانًا يصير عندك خطأ، يعني قصدك هيك؟ إيه بعد ما أقدر أراجع. واضح. إيه والله بس أقرأ القرآن، كل شيء أختم ختمة مرة بالقرآن. أمانة تدعو لنا وياك بختماتك وقراءتك للقرآن. شكرًا لك أخي حامد، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرًا جزيلًا. الله يوفقك. تفضل سيدي. نعم الأخ الله يوفقه على أن يحفظ القرآن في المهجر. والآن رجع يقول ماكو تفاعل، ناس يجون وكذا وما يتفاعلون، يوم يومين ويهربون. علي حال يريد لتوفيق أخ المتصل، يريد توفيق إنسان أنه يتعلم القرآن ويعلم القرآن ويقرأ القرآن، هذا توفيق إلهي الله سبحانه وتعالى حباك به وهنيئا لك. أما جنابك تقول أن جاء أقرأ القرآن على ظهر الغيب، يعني على الحافظة، وما جاء راجع، فقد تكون هناك على حال بعض الأخطاء أو بعض الكذا، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لأنه أنت على حال ما تقصد الحذف ولا تقصد الخطأ، فلا إشكال في ذلك. وإن كنا نعتبر أنه إذا تجعل هناك على حال من يقرأ لك القرآن وتقرأ معه كان أفضل، هم أنت تستذكر، هم القراءة ما رح تفوتك ولا آية من الآيات. الله يوفقك إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم. أبو رسول تفضل يا أبو رسول. أحكي؟ بس أريدك تنصي صوت التلفزيون تماماً وبعدين إيه؟ تحكي. تفضل. يلا يلا. تفضل. ألو السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. شلونك مولاي أحوالك؟ حياك الله. تفضلوا. مولاي عندي سؤال. نعم. مولاي شيء بخصوص الوزغ، صحيح قتل حرام حلال؟ نعم. سؤال آخر؟ لا لا هاي هي. أشكرك رحمة الله والدي. شكرا جزيلا حضرتك، تحياتنا لك. وإحنا نزيد على سؤال الأخ، هل هو طاهر؟ تفضل سيدي. على أي حال قتل الوزغ لا إشكال في ذلك، بل على أي حال أراه ضروري أن واحد يطهر بيته وينظف بيته من هذه على أي حال الحيوانات ومكافحتها، لا إشكال في ذلك، وقتلها ما في إشكال، وهي في الواقع طاهرة، يعني إذا وقعت في ماء أو في كذا لا تنجسه، لأنها من الحيوانات الغير السائلة الدم. أكو حيوان على حال من ذات الأرواح السائلة أو تلك الحيوانات ميتتها نجسة. سواح يقول شون حيوان يعني الدم سائل، يعني إذا ما ذبحناها يتدفق الدم من عندها، هذا لما يتدفق هذا الحيوان ميتة نجسة. أما إذا لا حيوان مثل السمكة،
السمك لما تذبحوها الدم يسيح ماكو تدفق، هذه تسمى حيوانات غير ذات نفس سائلة، فهذه في الواقع طاهرة، ميتتها طاهرة. يعني حتى وهي ميتة الحية حية الوزغ الحشرات هذه ميتتها طاهرة لا إشكال. نعم أحسنتم سيدنا. للتوضيح الوزغ اللي هو باللهجة الدارجة أبو بريس نسميه أو بريعس في بعض المحافظات يسمى. شكرا للأخ أبو رسول على اتصاله ومشاركته. نسمع مشاركة أخرى إذا كان عندنا وقت. تفضلوا علي. علي تفضل يا علي. أنا جاي أصلي تفضل كل يوم، يعني يوم يعني أصلي يومين بس، صوم أصوم بس رمضان وما أصوم المطلوب، هن مطلوب هو فوق 20 سنة، بس أنا ما عندي أحد ولا يعني أوصي ولا عندي حيل، بعد عمري فوق 60 ومريض، عندي ضغط وعندي خل وعندي مفاصل يعني، وما عندي حتى مادة، ما عندي فلوس مثلا أدفع كفارات. زين علي إذا تسمح لي بسؤال صغير، أنت تقول أنا برمضان قاعد أصوم شهر رمضان، زين ليش ما تقضي بين فترة وفترة على اللي تقدر عليه واللي تسمح به صحتك إذا أنت تقدر تصوم؟ هو رمضان، هو الله سبحانه وتعالى بيساعدني ويعيني عليه. نعم. يعني الحمد لله بشكر، يعني بس أنا جد أقدر أقضي، يعني أنا عمري فوق 60 وما عندي أحد، يعني ما عندي حد جابني ولا ولد. شكرا لك على اتصالك وراح تسمع التوضيح من سماحة السيد. تفضل. نفس اللي اتصل قبل. نعم نفس اللي اتصل، بس احنا قبل اجابتنا على الاخ اذا تسمح لنا سيدنا ناخذ اتصال من الاخت ام عمار. تفضلي اختي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله. انا عندي ابني يعني شاف لبنيه بس ابوه رفض يعني انه يتزوج. نعم. فسال يعني قال انه بالنسبة إلى اسمه يعني أمر كبير، كان قريب 30، إنه حتى لو يعني يتزوجها عادل مو مشكلة. أي بس الأب يعني رافض تماما إنه أنا أتصل به أو يعني أخابره أو أشوفه، فما أدري يعني يعني مرات يعني أشوفه وأخابره أتصل به، يعني هذا به إشكال علي. يعني أنا بالنسبة لي سألت إنه يصير للبيت يجي، قالوا لا ما يصير، فبعد طعت يعني. هو تزوج أم عمار؟ هو تزوج؟ بل تزوج. إيه نعم تزوج، وأبوه كان رافض. كان رافض بلي. إيه يعني رافض هالشكل، إنه لأنه من غير محافظة يعني مو فرد يعني شيء اسم الله يعني مو زين له هذا. إيش قد صار ليش ما شايفة ابنك أم عمار؟ والله سيدنا أنا يعني بصراحة عدت تليفون، وقبل فترة يعني ناس جماعة عزمونه فهو كان موجود، بالصدفة اتهم الأب يعني إنه أنا شفته، وهسه هواي مأذين يعني طلعة ماكو ما أدري شنو يعني تهك، بس وجودك هيك يعني لا شيء، يعني ما أدري هذا صحيح تصرفه يعني أو أنا أكو إشكال علي يعني حصل فد ذنب، يعني عندي فرد ذنب ما أعرف والله عن هذا السؤال. سمعين الجواب يا أم عمار والله يصبر شوي قويك إن شاء الله. سمعين الجواب. شكرا جزيلا. شكرا رحمة الله. سعيد تفضل يا سعيد. ألو سعيد قطع اتصال. تحياتنا الأخ سعيد يعاود الاتصال موجود. تفضل سعيد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخويا. شارك سيدنا. حياك الله حبيبي. الله يخليك. عندي سؤال، عندي خالي راح بالانتفاضة الشعبانية بال91. نعم. فخطأ بالتاريخ، يعني بدل ما الانتفاضة 15/3/91 سوى بالمعامل 1/3، فحقوقه يعني راحت ما حصل مشي. فهسه يقولون شيخ تصحح من مال الشهداء، بس أنا والدتي كانت تستحق قبل، يعني كانت قبل التصحيح. نعم. تستحق، بس استمر ما صححوك وقت، يعني بحكم القانون ما تستحق. بس بالشرع ما يعتبر ميراث مثلا، هذا احنا يعني بال 2019 والدتي ما توفت. أنا مو كلش فهمت سيدنا، فهمت حضرتك؟ أنا ما فهمت سؤالك يا أخي الكريم. سعيد سؤالك بالضبط شنو؟ لا بالنسبة للحقوق، حقوق مال الخال الله يرحمه. بال 91 هو توفى. يعني أنت حصلت ولا معاملته مشت بعدين؟ هسه معاملته احتمال راح يتوفى، بس أنا والدتي توفت من 2019. والدتك توفت 2019 وهو متوفي مستشفى بال 91. يعني هم يعني بالشرع هم عندنا لو تعتبر عصمة بالنسبة لي. أخ سعيد عفوا، أكو خلل، أكو خلل بالتاريخ. تاريخ شنو؟ تاريخ استشهاد. كان خلل بالتاريخ بالبداية، خلل بالتاريخ. الواحد كان سوى 15/3، ترى احتمال استلمون حقوق، لأن الوالد توقف بالأسفل الساعة.
19 يعني انا تقريبا سيد الحمد سؤال اوضح لجنابكم. شكرا اخي سعيد، تحياتي لك ومع الف سلامه. شكرا جزيلا. شوي نتوقف على الاتصالات اخوان، خلينا نجاوب على الاسئله. سيدنا الاخ علي لما دارك واتصل مره ثانيه على قضية الصوم، يقول أقدر أصوم بس شهر رمضان وما عندي من يقضي بالنيابة عني فيما بعد. أخ علي يعني أنت كلامك برمضان تقدر أنت تصوم، يعني بينك ما بين الله تقدر تصوم، ولكن أنت تقول ها والله ماكو أحد يعيني وكذا. أخي الكريم، ما دام الإنسان عنده قدرة على الصيام ولو بالأسبوع يوم واحد، ولو بالأسبوع يوم واحد، أنت بالشهر 4 أيام تقضي، بالسنة تقضي 48 يوم، بالسنة تقضي 48 يوم، يعني أنت جاي تقصر وتقول لي ها لا أنا برمضان بركة إلهية وما أدري إيش، هذا ترى على حال مو صحيح. يقول عندي ضغط. أنت شكرا. على حال إذا تقدر جاي أتكلم، إذا تقدر الصوم وصومك على حال مريح في أيام رمضان، فلا بد أن تقضي ولو بالأسبوع يومين حتى تنتهي من قضائك بينك ما بين الله. سيدنا الأخت أم عمار ومشكلة ابنها اللي سبحان الله. أم عمار مشكلتها نفس الموضوع اللي كنا في بداية الحلقة. نعم. موضوعها في بداية الحلقة أن الأب عنده ولاية على بنته، بس إحنا ما ذكرنا أن الأب عنده ولاية على ابنه. ما عنده ولاية على ابنه، ابنه يقدر يتزوج أي وحدة اللي يريدها، ولكن آدابنا وأخلاقنا ما تسمح لنا نروح إحنا نتزوج بدون أن نستشير الوالد والوالدة. هذا أمر طيب، ولكن شرعا يجوز للولد أن يتزوج بمن شاء سواء رضي أبواه أو لم يرضيه. يعني العقد سليم. هاي العقد سليم. فالآن الوالد يظهر ما عجبه بيت هذه، والله من محافظة ثانية، يا بابا أنا أريدها، أنا هذه أحبها وأريدها وخوش بنية، لأنها من محافظة أخرى لا ما يصير. شوف بسبب مشكلة والمرأة مختنقة بعبرتها، تقول ما أقدر أشوف ابني، وإذا أجاني تنقلب الدنيا. حجية أنت تقدرين تتصلين بابنك، تتكلمين ويا ابنك بدون موافقة، بدون زوجك. أن يفهم، بدون أن يفهم. بس واحد يقول ها سيدنا تتعلمون الناس أنه يلتفون على أزواجهم؟ الله سبحانه وتعالى أعطاني حق، الأب زوجي جاي يمنعني من حقي الشرعي، ما له حق يمنعني من حقي الشرعي. وشيء ثاني، أنا ما جاء أقول له حتى تصير مشاكل اجتماعية، فلا إشكال في التواصل معه والاتصال معه وما إلى ذلك، والله يعينك ويهدي زوجك على التنازل عن هالحالة من على حال الاعتداد بالرأي والتكبر في هذا المجال. أحسنتم سيدنا. مشكلة الأخ سعيد اللي ما كانت واضحة بالبداية بعدين استوضحنا عنها، أنه شخص اللي هو خاله استشهد بال91 بالانتفاضة، فما صرفوا له مستحقات لأنه كان أكو خلل بالمعاملة، إلى أن بعد فترة توفت والدته ومشت المعاملة وتصححت وصار يصرفوا له مستحقات. فالآن يحكي عن هاي المستحقات إلى أين تذهب؟ هسه ما أدري إذا كانت اللي توفت والدته للشهيد لو أخته، بس خلينا نجاوب هيك وهيك سيدنا. على أي حال إذا أكو مستحقات للشهيد فهي تعطى لذوي الشهيد، سواء أخواته أو بناته أو زوجته. إنه هي توفت بعد ما توفت وبعدين يلا بدأوا يصرفون. بلي، يعني هي كانت مستحقة ولكن أكو خلل بالكذا. لا إشكال في ذلك، تأخذ ما للورثة. بلي لأولادها يعني. واضح. عندنا مشاركة أخوان، اتصال من من؟ أم مصطفى تفضلي أختي. تفضلي يا أختي أم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للسيد. تفضلي اسمعكم السيد. عندي صديقتي واحدة من جماعتنا، هي توفى زوجها وما توفى زوجها، أخذت فترة وراسنا جيتها حامل، قلت لها أحسن من ما تنفضحين. بس علي صوتك، علي صوتك. هاي ما هو هي ما راح تسمعك من يم بيتكم، فتعلي صوتك خلي نسمع. ورا ما توفى زوجها شنو؟ لقيتها حامل. نعم. يعني ورا سنة. نعم. ورا سنة لقيتها حامل. نعم. فقلت لها يلا نقتل الطفل وتتزوجين الولد اللي هو وياك. فقتلنا الطفل عمر 4 أشهر. وقتلنا بعد شنو حكمنا؟ وزوجناها هو للولد نفسيته.
اللي كانت علاقتها غير شرعيه معاه. واضح. اي 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 واضح. اي كانت حكم غير يعني. وبس انا شنو ردنا نستر على ابوها. واضح. ابوها خوش زلمان. فكتلت الطفل وقلت لها خلينا نتعارك. جنين الجنين قصدك. اي اي الجنين. تعاركنا ويا مرت اخوها، قلت على مود تطلعيني من البيت وخلي ابوي يزوج هذا الولد. فسوينا هالشكل وانطيناه اياه. خير يعني شنو حكمنا؟ شكرا اختي على الاتصال. تفضل سيد. يعني في واقع الحال هالشكل مشاكل تصير في المجتمع، وتصير خيانات وتصير تعديات. هاي الفتاة مات زوجها وعلى حال، واحنا لذلك نقول يا جماعة ترى الأرملة لا تبقوها، الأرملة تريد زوج. فأكو بعض العادات والتقاليد أنه الأرملة لا ما تتزوج، الله واحد الزوج واحد، هذا من الأخطاء الكبيرة. فتزويج الأرامل، تزويج المطلقات أمر مهم جدا، لأنه هؤلاء معرضين إلمن للانحراف. وهذه البنت انحرفت مسكينة، راحت مع شخص على حال فعلت المنكر وصار عليها طفل، والأهل يريدون يسترون عليها. شو يسوون إذا فهموا أن هذه زانية على حال فيها مشاكل؟ فقالوا أنه تعالوا سقطوا الطفل وعمره 4 أشهر، سقطوه وإحنا نفرض الولد أن يجي يتزوجها. فعلى حال إسقاط الطفل حرام شرعا، والدية على حال تدفع ديته، دية هذا الطفل بحسب الأشهر اللي هو فيها تقدر. لازم نراجع يعني حسابات الديات، باب الديات، وأعتقد بالذهب يعني كم مثقال ذهب على حال لابد أن تدفع إلى على حال إلى الحاكم الشرعي. وتزويجه بهذا الولد عمل جيد، أنه أنتوا سترتوا عليها وخليتوا يتزوجها. إن شاء الله تعالى الله يغفر لهم ما ارتكبوه من الذنب العظيم. اللهم آمين. شكرا جزيلا. ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدنا الكريم. إن شاء الله لنا موعد بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل. الشكر موصول لكم سماحة السيد على طيب ما تفضلتم به وكل ما تفضلتم به طيب. السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم. شكرا، في رعاية الله وحفظه.